السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع متتبعي ومتتبعات قناة رحموني عبد الرحمن. خوتي وحبابي، قبل ما نبدأ لكم القصة ديال اليوم، بغيت نشارك معكم واحد الحويجات اللي هما مفيدين لي كوليا وبزاف ديال الناس اللي ما عارفينش. هاد الايام هادو تسمع بان هادي مشى لها التصاور، هذا تجسسوا عليه في واتساب، هذا في الانستغرام، هذا في التيك توك، هذا في الايمو، هذا كتبقى انت تالف ويلي كيدايروا كدا. داكشي كاين اخوتي بصح. انا هادشي اللي غادي نشارك معكم ماشي انني كنوريك كيفاش دير البنادم وكذا، لا انا باغي نقول لك كيفاش يديروا ليكم. والابليكاسيو هي اللي كيستعملوا، اي شخص لقى هاد الابليكاسيو دي عنده في التليفون يحيدها، يعرف بان شي واحد راه تجسس عليه. هذه هي اللي باش يعرف تصور اللي عندك، تبقى يشوف الكاميرا ديال تليفونك انت في داركم كيعرف اي حاجه، يمكن له يكوبي ويصور يدير اي حاجه. الثانيه اللي هي خايبه بزاف هي هاد الابليكاسيو اللي غتشوفوها، هي هادشي راه خدام به انا وجربته وما قلتوش، ما جيت نصرح به ليكم حتى عرفته وتاكدت منه راه بصح. راه الانسان غيتصدم. هادشي اللي داروه الناس لهادشي باش يراقب وليداتهم من البعيد، يديروا شي حاجه اللي هي مفيده. حنا ديالنا خايبين ولو جي ادو به واحد اخرين، دير هذيك اختك ولا امك ولا ميكونش انسان خايب بزاف. خوتي كيف قلت لكم هاد الابليكاسيو هادي اللي هي قبيحه بزاف، هادي اي شخص اي بنت كنركز على البنات، اختي النمره ديالك بدليها عطاها غير لامك باك خوتك، كاين صحاباتي اللي يديك اللي يخليك الا شديت لك غير نمرتك انا يمكن ليا نجبد لك الرسائل ديالك ديال الواتساب. الرسائل فقط، شي حاجه اخرى كيكذبوا عليك غير الرسائل. ما دمتش انني غنجبد لك الرسائل، الرسائل نلقى شنو كتبها الصديق ديالك، تصور اللي ليها اي حاجه غير بالنمره ديالك هاد الابليكاسيو هادي. ردوا بالكم النمره ديالك ما تعطيها لحتى شي واحد من غير عائلتك، التليفون ديالك ما يشدو حتى شي واحد في يدو. راه الا دخلت شو شفت التليفون في يدي ودخلت لك الابليكاسيون الاولى اللي وريتك راك ضعتي، راه ما كاينش شي واحد تيتقرب غير هكاك. راه نتوما اللي كتخليو في الحرف اخوتي، نتوما اللي كتخليو في الحرف، كتيقوا كتعطيو الانسان واحد الثقه اللي هي زايده بزاف. ما يمكن حتى شي هاكر كيف ما كان يهاكيك بلا نمره، بلا نمره وبلا ما يشد التليفون في يديك. نتحدى اي واحد، رد بالك اخويا العزيز، تليفونك ما تعطيه حتى شي واحد. اذا لقيتي هاد الابليكاسيون اللي وريتك محيها، النمره ديالك حتى هي عارف النمره كتعطيها وعارف راسك ما عمرك غادي تتادى. الناس اللي هي تادات بهذا الشيء هذا الله يدير لكم شي شوا ديال الخير. الناس طرد البال طرد البال طرد البال اخوتي بزاف، راه ما بقى ما يعجب، ما بقى ما يعجب والله العظيم، راه ما بقى ما يعجب. المهم ندخلوا في القصه ديالنا ديال اليوم. دو واحد السيد شنو نقول لكم، ماشي لاباس عليه، عنده فلوس بزاف، عنده فلوس بزاف، كشاب عليه الحبس محكوم بعشر سنين. تيعيطو له غير الحاج، سميتو ما عارفينش، تيعيطو له غير الحاج، الناس الحاج الحاج، حتى الدري اللي غيوقع له مع هادشي هذا ما عرفش سميتو. شوفو هاد السيد مبلي، واحد البليه اللي هي خايبه. شنو هي؟ تيدير داك الموسخه. شوف راجل كبير وفي هاد الفيس هذا، كيفاش غادي يجيب هاد البليه الموسخه هادي داخل السجن؟ الحبس ما فيهش الناس، يلاه مدابزه مع الحشيش تما كاينه. هو عنده الفلوس، الناس اللي داخله خارج الحبس الناس كتكون فقيره في جيبه وفي عقلها، كيخرج كيضرب اي يوم كيعاود يتعتقل، يخرج كيضرب غير السيمانه كيعاود يتعتقل بنفس الحوايج. كيشوفهم هوايا لا خلينا خارجين على الخاوي. في البدايه شنو غادي يدير؟ حكم على ان اي كيشوف هو غير الحشيش هي اللي دايره تما كاينه، كيعيا ما يحاول مع اي واحد باش يجيب له هذه المصيبه ما كيقدرش. يقول له اخويا ناري الغبره ندخل لك الحبس تما كمريضه، مات الحشيش غيعطوني شهرين ثلاث شهور وبرا كلشي تيخاف. هو طاح على واحد في الاول غير جوج ديال وجوه الحبس داخلين خارجين، تيجي عنده تيقول له اجي نهضر معاك. شنو بو الحاج شنو بغيتي هادي؟ تيقول له ولدي عاد خرجتي؟ تيقول له اه. مالك؟ تيقول له راه سكرت الواليد زيد جنويه زقو جايبيني ثلاث شهور. تيقول له انت جنويه شهرين، جنويه شهر، جنويه ثلاث شهور، فابور عندي لك واحد الخدمه. شوف الانسان باش خطير هنا ما كيكونش التصنيف. تيقول له عندي لك واحد الخدمه. وشنو هي؟ وانت انا غادي نعطيك غير فرده ديال السبرديل ولا فرده ديال الصبار، تعطي لك البنيه ديالي وانت كتجي الحبس، كتجي الحبس نعطيك 10000 درهم الا دخلتي لي ديك الفرده ديال الصبار. شنو في داك الفويل 10000 درهم؟ شنو فيها؟ فيها 10 غرام ديال الموسخه. اشنو كاين؟ جيتك نيشان وراك عارف راه في الصبات مخدومه هادي
خوتي اسمع، مليون كلهم انت مليون، الى درتي مليون الا جلستي في الزنقه تاي عام تقول لهم ما غتجمعهاش، الطمع الفقر الكلخ، انسان تيستسلم تقول له اه صافي هذا ساهله غندخلها غنديرها، كان شاد الاول والثاني وشي بدا تيقول هادشي، ولا شاد خمسه ديال الناس. من بعد ولات الناس داخل السجن كيشوفوا ديك القالب داخل دايز البويز ديال الناس داخله ما عارفينش فين هي السبر ديالها اللي جاي فيها العجب، ولا فين هي الصباط، ولا فين هو الانسان اللي مدخل داك الصخره. ولكن هادشي هذا راه الناس بعض ديال المطافين تيدوروا معاهم ساكتين عارفين القالب، حيت ما يمكنش شي حاجه ما يعرفها حتى شي واحد، حيت هو تيرش ساكتين، ان ربي سبحانه وتعالى راه ما تيسكتش، فهمتي، يمهل ولا يهمل دائما. شوفوا قشاد الاول الثاني الثالث ولاو خمسه، ولات الناس كدابز باش هي تقول له انا نجيب لك، ولا خوتي تيبقى جالس تيبان لك عارف هو السيد اللي تشد نهار الاربع، نهار الاربع الخميس الجمعه غيكون في الحبس، كدبر على الموظف تيجيبو له عنده حتى على داك الحي اللي فيه، وما يدخلوش عنده السيلون، عنده عزله، الصباح تياخد من عنده الصباط ولا الامانه تيعطيه ديك الساعه فلوس، ماشي فلوس ديك الساعه تاخدها هكا مليون جبدها لك، ما بغيتيها تكساك تقول له خصني نخرج عليا الدار، عطاه الموني الدار، و تيخرج من الجمعه للجمعه داير بحال شي باش نقول لكم ديما البالات تحتو فوقيه موطافه شد 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 هكا مساجم كرافه هو ديما شاري داير فيهم ما بغا. هاد السيد غتوصل للريحه للمدير بان واحد السيد راه في الحبس، شنو شي يدير شنو يدير، الغبره دايره وكيفاش وكيفاش، ويلي انا مقاتل مع لافايت باش نحيد الحشيش الغبره، شكون هذا الموظف شي دخل الغبره؟ قال لهم كاين لا موظف لا والو، كيفاش وكيفاش وكيفاش، عارف الدري اه عارفهم فلان وفلان وفلان وفلان. هنايا المدير سول هذاك السيد عارفه واحد خاينه اللي كاين شي الناس اخوتي داخل السجن قباح، تقدر تضربو في الصباح ولا دير مع تدخلو الكشوف في الصباح، انت يدخلوك الكشوف بالليل، واخا تكون انت مدير انت كدا توقف عليك شي طوموبيل ولا جوج باك تولي مختطف لا انت لا بنتك، كاين الناس خطر بزاف ديما تيبقاو موظفين تما واكلين الشحط معرضين لهادشي هذا، كاين اللي كيشبعوه في الزنقه، شفت بزاف د الحوايج. ما عليناش نقول لكم ما كرهتش تكونوا عاطين حتى الموظفه ديال السجون حتى هما فردي بحالهم بحال الامن، يقول ويلي لا بزاف تي علاش اخويا، حيت هما داخل السجن كيف بغيتي يتعامل لك مع واحد المجرم كيشدوه في الزنقه غير بالشبكه غير بالفراده، فهمتيني، كيف بغيتي يتعامل معاه، ولا شدوه في الزنقه الاخر اش غيدير ليه، وما عندوش باش يحمي راسو، كيبقاو معرضين بزاف. ما عليناش اخوتي شغلو هذاك هو اللي بغى يخدم داك الخدمه يدبر راسو. المهم عطاه قال له كيفاش وكيفاش، جا الاخر سول لقى هذاك خونا راه اش كاين واش كاين، راه مافيا اب وحدي شو هادي اش غيدير، شد ليه اخوتي الدري هضره شاد الدور شد الدري وجا لعندو قال له ها انت اش كاين اش كاين اش كاين، جمع طوي سالات سالا داكشي اللي كنتي كدير وهادي، تحضاو دوك الدراري كاملين ولاو تيجيو تعتقل فيهم شي واحد واخا يلاه جاي، ولكن يدخل واحد بشهر ما تيجي يخرج الاخر تيشم داخل الاخر، شاد خمسه كل سيمانه داك كيبان لك داخل لا واحد مدخل ليه لعيبه عركات، هو هذاك ما عركاتش راه ديتيها ليه هي هذيك، غيدخل يجيبها واحد اخر ما ديتيهاش ليه راه غتاخد فلوسك، انا من تزير اش غادي يدير هاد الشيبان يا خوتي، انا اش نقول لكم شيبان، اما هو هذا مشكل اش غادي يدير، سنترا هو هذا خطر فين البليه، واخا البليه راه ما جاش دير هكا ولاد الناس كنبغي نوضح لك بان السجن شنو تيوقع فيه، الخايب هو الدري هذا اللي غادي يدخل للسجن بين واحد المنطقه واش اه واش ما عرفتش بركان ولا الصويره، المهم واحد الناس نيه بزاف حكم على انه هو بعيد بحال بزاف ديال الناس، شنو شي يدير، خرج طلب واحد الموظف قالو نخدم معاكم وهادي وهادي، خرجوا بقى يجمع الكرفي واللي هو الزبل لبسو ديك اللبسه وكذا وشي دبر على راسو من هنا قوي الرواش من الرطاطا من هنا بصله من هنا هادي، تعطي حوايجك تيمشي نشرهم لك في الكور تجي دبر عليه، يهز معاك للزياره تعطيه شي كاش يصبنها عليك، كيصبر كان تيشد صب البلاد مكواش كيصبر لك كاش 10 ديال الكوارو، المهم كان راجل جيب راسو غير بهاد الطريقه هادي مسكين تيصلي فيه خير، شنو غيلاقي مع هاد السيد هذا، حيت هو مشي تسدو السواج كيدخل كلشي في حالاتو،
او الناس اللي في العزلات والبلان طوات مول شي دورو. داك خونا في الله الشيباني الشبكه مافيا طالع من الزياره يهز معاها الدري، غادي يهز الزويه من غادي يهز الزويه تيشوف فديك نيشو كتخلص، هو غادي وهز مع داك الراجل الشيباني لاباس عليك يشوف داك البلان طوات اللي معاه تيهز تيسرقو ليه، تيهز مثلا ايزابيل ضربات تحتو كدا هادي كيسرق، هو راه شي حاضي شي مسجون يبرك يبرك هذاك راه دارك هكذا كدا شي باغي شي ما حاملكش بعدا علاش انت هز مع هذاك يدبر عليك انت وانا لا. ديك اللحظه جا واحد خينا قال له اخويا هذا راه سرق لك عمي وهذا دار لك هزات تحتك كدا هادي، الاخر بوحدو ولي ما داش ما دا ليه والو، الاخرين شبع فيهم سبان رونداهم شاف كارتي وشاف كارتي كيدبر عليه الحاج، دخلهم ايقاف من العمل ما بقاوش خدامين ما بقاوش صالحين لوالو، حاج قال له هادو ما بقاوش يدورو ما بقاوش يدورو فعلا، انت نخرجهم انا وغيحبس عليا هو سد عليا الروبيني ما بقاوش يدورو. داك الدري اللي هو نيا دخلو ولا كيجي يجلس معاه في السيلون، فين كتسكن فين هادي شحال محكوم شحال هادي شحال كدا شحال طن، مشى معاه بنيتو شنو غادي يوقع عليه؟ قال له شوف انت شفشكنيه بزاف ولد الناس الله يرحم من قراك ورباك وهاديو، انا عندي واحد البنيه البنيه دي راه ما رزقك، هاد البنيه رزقك انت اول مره دخلتي للحبس وهادي شنو كاين شنو كاين، وقال له غنعطيك الدريه وانا راه في الحويله عندي على برا وانا في الحبس وكون راجل ان شاء الله فيها. الدري مسمع بحال هكا تيقول ويلي اللي يعطيني الدريه نخرج جاجب كامونه جاجب كامونه انت ليوناردو دي كابريو طبعا عادي يا خوشي اي واحد يسمع هذا الشيء هذا كتبع ولا دبرش عليها كذا هوتشا ولا غيدبر عليها ماشي دبر عليها هوتشا انسان يرد باله بزاف. قال له اه نتزوج كذا هادي جيب له التصويره ديال البنت هي هادي، قال له ولي هادي شكون اللي يرفض هادي الحماق هو اللي يقول له كذا هادي واخا تكون عرجه ولا كذا نقبل عليها فعلا ضرب داك الدري واحد المده ديال الحبس، النمره لاقا مع ختنا الطوموبيل داتو السلام السلام كدا هادي، مسولتوش على دارهم ولا في ديسكو ولا شي لعبه، عندك لاكارت عندي لاكارت العدول بقرق كاغت تضرب خونا في الله الطمع ولا النيه ولا شوف انتو شنو غتسميو هاد الشيء هذا مادام ما عرفتش موكل راه ما موكلش وغادي بخاطرو. انا الشيباني اللي في الحبس مبقى حتى شي واحد كيقدر يدخل لي داك المصيبه، شو علاش تزوج خونا تعرفوا علاش الدريه انت تمشي جات الدوريه ولا اخر شنو تاخذ كدا الصبابيط عجبك الصباط عجبك كتسبد الا كيشري داك الشيء قدامه كتشري داك الشيء تمشي دير ليه، هو ماشي يكون لابس الصباط كتنوض تهز داك السبد اللي شريت ليه دير عندك خونا اللي كيصاوب لها داك الدكاكه خراز صاوب لي هاد الفرده دير فيها الطن الطن تعاود تحطها شي ديما تيجيب لا غدي تهز عاوتاني الصباط القاع ديالو فرده تمشي تعاود المهم غير حطها ديك باش تخدم الاخرى تاخد تولي خدمه ليه داك اربع السبديلات اللي عنده والصبابط كاملين علاش كدير ليه هكا تدي ليه بيلا انت خاوي تمشي تديكلاري بيه عادي تجبد معاه الصداع يتغاوتو كدا هادي تمشي تديكلاري بيه اش دار لي انا راجلي اش دار لي واش دار لي كدا صيفطو بيلا نجي كدبر لي على شي مونتيف راكم عارفين واش نقول لكم شنو كاش الكلام اللي كتقول الامن باش غادي تصيفط راجلها ما غيعطلوش كتصيفطو كنشوف بزاف ديال الرجال المرات وكتوقف عند الرئيس كتقول له هذا طنطن كيضيع حيت عارف ان الناس كتاخذ من هذاك الحوايج اخوتي القباح باش نقولهم لكم باش ما يتقولش الانسان ودي الاخر تيبغي يديرو باش يقول بواحد اخر هادشي اللي غتقول اخويا العزيز ربي تيخلص كل واحد على حساب نيتو مشات صيفطاتو دخل دخل شدو الحاج مالك اودي المرا راه ما درت ليها والو كدا هادي واش هادي كتشرب شي دواء الله يهديها الله كدا حيدا اودي انا غنهضر معاها اجيك طن طن دخل دخل دوش حيد حوايجك كدا لبس هاد الصنداله شحيد ليه السبرديله وحيد ليه كلشي اللي فيه العايبه اللي جاي لابسها شوف كتصيفطو للحبس باش يدخل يشد بوها داك الفرده السبرديل اللي لابس هو ويجبد منا داك المصيبه الكحله يكمي يجد منا داكشي يكميه، وهي عندها علاقة مع صديق ديالها، صديق ديالها عارف القالب بأن راه كيديرو داك خينا راه غير بوكا غير قويم عندهم، الدري
فوق هذا الشيء كامل هو انه كتعامل معاه هي بدك الطرق على اساس انها كتفرش ليه، ولا هو خدها بواحد الحنيه وعنده كبده شيشه ودي ولا كيبغي يربي عليها الكبده. ربي عليها الكبده اخوتي، كيدوز السيمانه ديال باش يتحكم، كيتقدم كيدوز يومين ديال الجيور، هو لابس السبر ديالو نفس الصبال، كديك العربيه من شي ديور يومين ديال الجيور، النهار اللي كيمشي تعرض عند الرئيس المره الاولى ما كتجيش، كيوخروا الرئيس تتجي الزوجه ديالو، اسبوع تاني كتجي كتوقف تتقول لهم مسامحه عليها شنو كاين شنو كاين كدا هادي طنطان صافي تيخرج تيخرجوا هما سمينه زبيده على عسيله كدا طن هادي شويه، عاوتاني كتجي ديكلاراسيون ما عرفتش هو شكون صاحبها ولا كيصيفطو للحبس تيسمح ليه حتى هو في سيمانه ديك الوقيته اللي هو كيدخل فيها. وهاد القضيه ديال اخوتي داروها ليه ما مره ما جوج ما ثلاثه، ما بغاش يعيق ما عاقش بان انا الناس راه غير تيضحكوا عليا وهادي وهادي، واخا غيشوف اللعيبه وغيدير ولكن ما عاقش بان غير كتضحك عليه، ربي على الكبده كنتش غادي يعيق بان راه البارطيه كاينه كيفاش وكيفاش. ويفيق واحد مسجون يقول له شوف انت راه كتدخل لعيبه راه شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، باش غادي يعرفها. داك المسجون خدام في الكروه الشيباني، ملي كيجبد شي صباطو شي سبرديله تيقطعها كتبقى بلاصتها خاويه و تيلبسها ماشي قدو تيعطيها لداك البلانطو. البلانطو حباس عرف جرى معاه ويلي السيمانه هاديك، وداك الوقيته اللي كيدخل خونا في الله عرف قال له والله خويا الا كاين كدا طن طن، ويقول خيشي قال له راه قلبش انا داك النهار شنو كاين وشنو كاين وهادي، وراه ما تقوليش راه ما عرفتش واش ندخل، راه عارف واش ندخل خو ما عارف والو. انا قلت له ودا شنو كاين وشنو كاين، هادشي اللي دا هو الشيء اللي عطى الله، بغيتي تفارقوا نتفارقوا، انا راه بابا راه ولي داير هادشي كامل، انا راه ما بدل بيت شي حاجه، واخا هادي واخا هادي واخا داك الحوايج كاملين راه كلشي غير بحال تنعرض داكشي اللي مقرين عليه بابا، انا ولد الناس راه مادن بي مادن بك والو، حتى انا في حالي في حالك. قلت له انت عطاتو طلق باش تهنى وسمح ليا نعوضك حتى فشي حاجه الا بغيتي وهادي، وما تبقاش تثق مره اخرى. ولكن الدري لا، الدري بغو اخوتي ربي على الكبده مابقاش بغا يتفك معاها لا والو، انا واخا هادشي هذا كامل واخا كدا نعاود نمشي ندي لك وكدا، ولكن ما نطلقش انا وياك، ولا فا بارده ولا مكلخ ولا مطر منن ولا معرفش مالو شي يدير هو. هاد الوقيته اللي كيمشي يطلبها هي قلت له صافي الطلاق ما تبقاش تجي لعندي، راه ما عندو حتى شي عائله تما كاينه في البلاصه فين كاين هو، ولا تما مخلوي سامر عليها هي تيجي عندها مي صافي صاحب هو راه مي كان معاه، وتيجي عندها الصديق ديالها طوموبيله تمشي معاه شي مرات الاخر ناعسيه مع صاحبها وهادي عادي، ولا كتجي ولا كيجي عندها داك الدري صاحبها وكيشوفو هو تيشوف المنظره كيفاش وكيفاش وهادي شو كوليخ انت هي بلا دري راه ما بغاتكش، راه قالت لي عاودي انا شنو كاين وشنو كاين، هو باش خداها بان راه تتفلى عليه وتدير ليه وكذا وهادي. غادي يمشي غادي يقتل اخوتي الدري اللي كان مع البنت على علاقه واللي فايت مصيفطو اصلا للسجن، اللي حتى هو غير دوروا معاه باش يمشي ديكلاري في الاخر من بعد اسبوع غادي يسمح ليه وغادي يخرج غير باش يوصل الصخره عند الحاج. اش غادي يدير الدمدومه هاد الصقع يقول غادي نقتلو هذا ولد داليا بلاصتي وما كانش هو ما كانش شي اللي كيفكر فيه ربما هو، غادي يقتلو ياخذ عليه 30 عام 30 عام ديال الحبس غادي ياخذها. وفي الاول كانت عنده شي 8 شهور 6 شهور شنو وقع عليه نيه دمدومه مع ادراك دابا ب 30 عام. البنت راه في الاول قالت له طلقاتو سهل الفيلم ما غيمشي عنده لا الزياره لا والو، او 30 عام كي غادا تدوز راه فاش تشد اخوتي صرح ليهم قال لهم اودي شنو وقع وشنو وقع وشنو وقع، داكشي ما عارف منو حتى شي حاجه وما كاين منو والو. شوف البحث في الدار ما كاين لا كوكايين ما كاين والو، كتبقى بحال انت هي طلقات تبقى في كل حال بغيتي تجبدها ولا تقول تجي دير شي حاجه باش تورطها معاك في الجريمه. الناس قلت لكم واصله محاميين هما اللي تكلفوا، خونا في الله مكمل بقى راسو رجع للحبس 30 عام غدوز كامله غير حتى هي غير صبان، حنا ما تنتشفاوش فيه، انا تنبغي نوصل لك رساله حيت شفت 8 شهور شنو كان تيدير 30 عام حتى هي غتلقاه صبان
السياق وكذا، داكشي كاع القبيح غادي يعيشو داخل السجن، حوايج قباح غادي يعيشهم. الحاجه الخايبه في القصه اخوتي هو ان الناس شكونوا بعض ديال الناس في حومتك ولا داخل السجن، المهم شكونوا عالمين على بحال هادشي هذا. شو شوفوا راه تيوقع لواحد السيد، راه غادي مع واحد السيده ولا واحد السيده غادي مع واحد السيد، ما عرفاش داك السيده داك الشخص اللي غادا معاه راه واحد نصاب ولا واحد كذا. انت امكانك انك تنقذو، ماشي تقول له خويا هادوك راه طن طن طن، كتبقى ساكت كتبقى ساكت كتساعد في داك الشيء الساكت وعاني الحق راه اخرس، ما عرفتش كيفاش تيقولوا لي هذا. المهم اخوتي كتبقى ساكت بحال هاد الناس هادو، ناس عالمين على شنو واقع وشنو شي وقع وكذا، وعارفين داك السيد وادي وادي تا قتل، عاد بقى واحد قال هو مدمدم وهو كانوا شي يديروا به وكانوا شي يديروا. لا راه نتوما اخوتي راه عندكم واحد بصمه في هاد الجريمه هادي، نتوما راه عندكم واحد الذنب كبير حيت ما نبهتوش. تمشي تيقول لك شي واحد حقا نعاود لك واحد القصه ديال واحد السيده اش وقع عليه اش وقع عليه راه حضرت ليه راه كدا راه هادي، ومشي عاودها لك كتلقى راه هو بعدا عنده واحد، انا يتقبل الانسان ويتقبل اي واحد عاود لي شي قصه وشي يقول لي راه كنت حاضر وكدا وهادي وراه كنت كدا، وعاد مشي شي حماق انا تيقول لي هو كان قبيح وما قدرش انه يغير ديك اللحظه في ديك الوقيته صافي شنو نقول له حشومه عليك، كان بامكانك انك كدا وكدا وكدا وهادي. بحال هاد القصه هادي الشخص كان بامكانه حتى هو يقول لهم هذا واشنو كاين شنو كاين، حد الميكروب ديك الوقيته ديالو يا ربي تسمح لي الشراب وكدا وكعكع ديال الحومه عالم على كلشي وكتدبر عليه البنت، حتى هو تيطلع للدار وخا مزوجة بداك السيد و تيمارس داك الطقوس مع البنت، السيد راه في الحبس بنتو على برا كدير ما بغاش، تبات تف سبعة ديال الدور في النار هي ماشي هي متباتش في الدار. المهم خوتي انسان يرد البال ديالو بزاف، حنا راه في الدنيا ماشي في الجنة، الدنيا خبيثة بزاف والله الا خبيثة بزاف، ما فيهاش كاع الناس كلشي زوين، لا فيها جوج زوينين و 98 خايبين، جوج زوينين و 98 خايبين. علاش خلي لك خلي نقول لكم هذا الشيء، هذا هو بالنسبه لهاد الابليكاسيون اللي حطيت لكم. دابا تخيلوا معايا تخيلوا معايا اخوتي انا استعملتها، انا نهضر معكم استعملتها ولكن ما اديتش بها حتى شي واحد، ما قلتش شي واحد بززتو عطيني ولا مسافر لك التصاور اللي عندك ولا ندير لك ولا كدا ولا هادي ولا حتى الميساجات اللي قريت عند واحد الشخص في واتساب وكذا، ما كنت بحال ما قمر ما قلت له حتى شي حاجه وما عرفش دابا راسو هو، فهمتي؟ تخيل مع انك انت كتكون عارف الحقيقه ديال شي شخص واش يهضر معاك بواحد وجه واحد اخر، وانت راك نبن مرتو جبدتي ليه كلشي وكتشوف بعينيك وكذا وهادي الطن، وهو تيبغي يرد كيبغي يتحايل يردك انت ماشي حياه كيبغي يتحامرك وما شنو ما فهمتش. المهم هادشي اللي وريتكم اخوتي، كنتمنى منكم الانسان ما يستعملوش في الحوايج اللي هي خايبه. الله يرحم لكم الوالدين، انا اللي خلاني نحط لكم هادشي وانني بغيتكم ما تاداوش، بغيتكم ما تاداوش. اللي عنده شي ابليكاسيون بحال اللي وريتكم هي هادي غير سوبريميا، هادي لا تيليشارجيها في تليفونك رانا غادي نزويك، مشى لك كلشي الا شتي تليفونك في يدي غنزويك. الثانيه اللي هي هادي نمرتك، رانا شديت نمرتك ودخلتها لهنا وغادي تدخل غيعطيوك خلص 33 درهم، غتخلص 33 درهم غادي تولي عارفه الهم. شي مرات الانسان غيعرف شي حوايج اللي غياديو خصكش تعرفهم، فهمتوني؟ شي مرات شي حوايج الانسان غيعرفهم ماشي ادي الانسان، انسان يرد البال ديالو. انا كنحاول بما امكن انني نخليك تفادى هاد المشاكل، هذا هادي لقيتي عندك في التليفون محيها، النمر ديالك عارف لمن كتعطيها وعارف راسك شنو تدير. اخويا العزيز راه ما بقى ما يعجب، انا بغيت ندير لكم واحد الفيديو شنو نقول لكم اللي هو نشرح لكم فيه بزاف وبالتدقيق، ندير معكم نمره تجربه فهمتوني. الا بغيتوها كتبوا لي في التعليق اخوتي باش نديرها لكم غدا ان شاء الله لوحه لكم بالتاكيد، ندير لكم نمره تجربه وتشوفوا كيفاش كتجسس على راه غير هذه ديال النمره اللي قلت لكم، راه غير الميساجات اللي في الواتساب وديك التصاور اللي كتكون مصيفط في الواتساب الاصدقاء ديالك ولا مصيفطين لك، وملي كتعرف ما يمكنش تدخل ليه لداخل شوف شي حاجه وحده اخرى لا الواتساب. اما هذا الاولى اللي وريتكم باش نقول السميه على قبل الاشهار، هذيك الا ما شديتش التليفون في يدي ديالك راه ما يمكنش ليا نهاكيك ابدا، الا ما دخلتهاش لعندك راه ما يمكنش ليا نهاكيك ابدا، ما يغركش شي واحد
اختي ولا خويا يقول لك باش نعرفك انا راك غادي معايا بنيتك، عطيني ندخل هادي باش نعرفك شنو شادير وكذا ومع من تتهضر. لا راه تيشوفك حتى من الكاميرا، تقدر تحيد حوايجك، تقدر يقول لداركم شي لعبه، كلشي كيتسجل عنده، وانت ما كيعطيك حتى شي لعبه في التليفون ديالك، ما عارف والو. اللي بغاك يبغيك كيف ما انت، الثقه راه كدار ماشي انا الثقه راه كتخلي انت اللي كتخليني ندير فيك الثقه. بغيتي تثق فيا تثق، ما بغيتيش عوض راسك، ما تخليش شي واحد يفرض عليك الوجود ديالو اخويا العزيز ولا اختي العزيزه، وياك تطيح في الفخ. اغلب ديال الناس اللي كنلقاو مقولبين كنلقاه هو اللي عنده اليد في هذا الشيء باش تقولب. عطى لواحد الشخص واحد اخر تليفونه، صاحبته ولا صاحبه، ولا حتى تليفونه تشارجا عند شي واحد اخر. التليفون راه ما كيتعطاش اخويا، التليفون راه ما كيتعطاش اخوتي، خصوصا في هذا الوقت هادي. حضيو راسكم بزاف بزاف، وانا كنتسنى الرد ديالكم. الناس اللي بغاتني نحط لها هذا الشيء هذا بالتفاصيل كيفاش شيديرو كيفاش وكيفاش، يخليوا لي التعليق، وانا راه ما على رسول الا البلاغ. كنتمنى بما امكن انني كنت خفيف ظريف عن القلوب ديالكم ونكون نفعتكم. تحياتي لكم كامل من القلب الخالص، ما تنساوش جيم تعليق زوين بارطاج، تحياتي لكم.